أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتابعينا الكرام في فيديو جديد وأخبار جديدة. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. المهم أصدقائي، أخباري سأبدأها بخليل إبراهيم جيهان، حيث ظهر بصحبة أصدقائه وأعضاء وكالة بيمانجيمنت ووكالة إدارة أعماله الفنية ومديرها إيثار، وواضح أنهم تجمعوا مرة أخرى للاحتفال بمشاريعهم. نتمنى لهم كل التوفيق. كما أيضا البارحة انطلق تصوير المسلسل القادم لخليل إبراهيم جيهان سرقة الحياة، المقتبس من الدراما البرازيلية، وسوف يعرض في شهر سبتمبر، يعني في شهر 9، على قناة نوا التركية. نتمنى لهم التوفيق. والمخرجة هلال نزلت ستوري بمناسبة يعني بدئهم في التصوير وقالت: لقد بدأنا، نتمنى أن يكون خيرا، سنستقبل دعواتكم. وأكيد أصدقائي نحن كلنا ننتظر هذا المسلسل بفارغ الصبر، ومتأكدة مليون في المئة أنه سيكون ناجح. نتمنى أصدقائي أن كل الشخصيات تأخذ حقها والمسلسل ينجح لدرجة لا توصف. بالتوفيق لخليل خاصة والكاست عامة. كما أيضا ظهر خليل إبراهيم جيهان أصدقائي من تدريبات مسرحيته الغنائية الجديدة كانت حكاية خرافية من بطولته بمشاركة هاندا سوباشي. المهم نتمنى له التوفيق سواء في مسرحيته أو في فيلمه الذي انتهى من تصويره أو في عمله الجديد. كما أيضا خليل اليوم أصدقائي ذهب لاستلام سيارته بعدما أجرى عليها بعض تعديلات وبدل لونها من الأسود إلى الأخضر بمركز الصيانة، حيث عند استلامه أبدى خليل إبراهيم جيهان امتنانه للقائمين على الأمر، وظهرت السيارة كأنها سيارة جديدة. نتمنى أن يكون هذا اللون الجديد مفتاح الخير عليه، وأن يجلب له السعادة والحظ، وأن يدخل في مشروع أو مشاريع يعني فنية جديدة. المهم صاحب مركز الصيانة عمل فيديو مع خليل إبراهيم جيهان يرحب بالجميع وقال: أهلا وسهلا بالجميع، كل التحية والمحبة مني لكم. نحن مع خليل إبراهيم جيهان، لقد أطلينا سيارته باللون الذي اختاره هو، أتمنى أن تعجبه وأن يكون سعيدا ويتركنا سعداء أيضا. الآن سوف أترك الكلمة لخليل إبراهيم جيهان ليقول رأيه. فقال له خليل إبراهيم جيهان: شكرا لك، حقا إنها جميلة جدا، يعني لقد قمت بقيادة سيارة سوداء اللون لفترة طويلة من الزمن، لكن على أي حال تعلم أن هذا اللون هو موضة، يقصد الأخضر الغامق. كنت أفكر كثيرا فيما إذا كانت خطوط سيارتي ستكون واضحة المعالم أم لا، لكن هذا اللون الأخضر الغامق مثل الأسود قد أثارني. بعدما يعني تواصلت معكم كان الوضع أنني لم أدرك مدى إتقانكم لتلك الصناعة، كما لو أنها أتت هكذا من المصنع. شكرا جزيلا لك، شكرا، إنه عمل عظيم في كل تفاصيله، كأنها سيارة جديدة أتت من المصنع، إنني أحب ذلك الموديل وأعتقد أنك تحبه أيضا. فقال له صاحب الصيانة: نعم أحبه أيضا. فقال له خليل إبراهيم جيهان: إنها عملية شاقة بعض الشيء، لكنها كأنها بها دماء جديدة وحياة جديدة أتت، أتمنى أن تدوم لفترة طويلة. فقال له صاحب الصيانة: إن شاء الله، منذ فترة طويلة ونحن نستخدم هذا اللون. فقال له خليل إبراهيم جيهان: سلمت يداك. فقال له صاحب الصيانة: نحن في خدمتك دائما خليل إبراهيم جيهان، نتمنى أن يكون تم الأمر كما تريد، أردنا أن نجعلك سعيدا، نتمنى أن تستخدمها بسعادة. فقال له خليل إبراهيم جيهان: حقا أحببتها كثيرا، شكرا جزيلا لكم، حظا جيدا مع لوننا الجديد ومشروع جديد. فقال له صاحب الصيانة: إن شاء الله سوف تكون معنا مرة أخرى مع سيارات جديدة. قال له خليل إبراهيم جيهان: إن شاء الله، يوم سعيد، شكرا جزيلا لكم. واللون الأخضر أصدقائي الداكن غالبا ما يستخدم هذا اللون رجال الأعمال الأثرياء الذين يمتلكون الطموح والرغبة في تحقيق المزيد من النجاحات. واللون الأخضر الداكن غالبا يرتبط بالثروة والسلطة والمسؤولية. المهم خليل إبراهيم جيهان بعد ذلك استلم السيارة بحالتها الجديدة بأسلوب راقي يتناسب مع ذوقه الفريد. وخليل كان يعمل إعلان لشركة بيهيتي جراجي. نتمنى له كل التوفيق سواء في حياته الشخصية أو المهنية. وإلى هنا أصل إلى نهاية الفيديو، وإلى اللقاء، وموعدنا إن شاء الله دائما يتجدد في فيديو جديد وأخبار جديدة. مع السلامة.